إنه هذا آخر فيديو إلنا على اليوتيوب. قبل كل إشي أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا. خلينا نحكي باي باي للمتابعين. مرحبا يا اولاد. قطولة ممكن تطفي التي في؟ بدي احكي معاكم بموضوع. بدي اوكي توقفوا ماشي. روح جنب انا وتيا. اوكي اول اشي انا بعرف انه الوقت متأخر وهلا وقت النوم ونعسانين، بس كان لازم اصور هذا الفيديو ضروري كتير. اوكي بدي احكي لكم خبر. خبر بزعل، بزعلني انا قبل ما بزعلكم انتو صراحة. بدي احكي لكم انه هذا الخبر ما بدي اياكم تزعلوا ابدا. ماما بس هلا مكيفين ما بدي ازعل. اوكي بس انا سوري لازم احكي لكم هذا الخبر ضروري. بدي احكي لكم انه هذا اخر فيديو إلنا على اليوتيوب فعلا، وانا حبيت اصور هذا الفيديو. طب انا لسه ما حكيت دقيقة. لحظة أنا لسه ما حكيت أنا شو عندي أسباب وليش أنا بدي أوقف تصوير الفيديوهات. بانا قبل كل إشي أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا وبدي أشكرهم على دعمهم ومحبتهم لإلنا. إحنا فعلا نجحنا بدعمكم ومحبتكم وحابين كل واحد منا يحكي كلمة قبل ما نسكر القناة. مش انت رح تزعلي بس انا زعلانة واكيد المتابعين رح يزعلوا، فانا اخذت هذا القرار مش من فراغ، اخذته بعد ما فكرت كثير ولقيت انه احسن اشي نبيع القناة. لا ياكي تنتبهي لدروسك، ما بدي وتركزي على دروسك اكثر من انه نقعد نصور. عرفتي ما تقري القناة. انتو بتعرفوا ليش، وانتو كنتوا كثير اوقات ما تساعدوني وكثير تغلبوني بالتصوير. ما كان ضل وقت للدراسة، ما كان ضل وقت لانه نقعد مع بعض، فعشان هيك خلص حكيتيها. احكي اشي تيا، شو رأيك انتي؟ طيب خلينا نحكي باي باي للمتابعين. انا بشكر كل اللي دعمونا وكل اللي عملوا لنا لايكات وكل اللي كانوا يبعثوا لنا كومنت حلوة. انا بشكر كل المتابعين على دعمكم، وصلتونا لهون واحنا خلاص هلا لازم نستوب. انا بدي بكل واحد منكم يحكي كلمه للمتابعين. تعيط قطوله، انت حابب تضلك تصور؟ حابب تضلك تصور؟ بدي احكي لكم خبر ثاني حلو. الخبر الاول كان خبر بشع. ما بدي اسمع الخبر الحلو، انا اقول بشع بعرف. لا في خبر حلو، ستوب، رح احكي لكم خبر حلو. جاهزين؟ لا. جاهزين ولا لا؟ 1 2 3
هذا مقلب عن جد بقلب ألف بنا. انت عيطت كتير وتأثرت كتير وبعرف انه انت بتحبي القناة وبتحبي المتابعين. بانا روحي غسلي وجهك وارجعي يلا. بعد ما بانا غسلت وجهها بانا ما تزعلي كان مقلب. انت شو بدك تحكي لهم بانا للمتابعين؟ بصراحة انا كتير زعلت وانا مو ممكن يعني اترك القناة يعني بنجن لو تركت القناة ما بقدر اترك القناة ما بقدر ابعت عن متابعيني وانا كتير بحب متابعيني. انت زعلتي ولا شو بدك تحكي للمتابعين؟ مو بس احنا مشهورين انتو كمان مشهورين بس احنا اكثر منكم وانت كمان اكثر منا. بدنا اياكم تخترنوا وجايز بدي اياكم تقترحوا فيديوهات لنا او تحديات هيك عشان احنا نعملكم اياها وانتوا تنبسطوا. جايز بحبكم وممنوع حدا بنسى قناتنا. انا بعرف جايز انه انتوا بتحبونا وكتير بتحبونا وبتابعونا كتير بس بدي اياكم تحطوا لي سبسكرايب على قناتي وبدي اياكم انتوا تكتبوا بانا وتي على اليوتيوب. شفتوا كيف انا عن جد زعلت قلت المتابعين ما عم بتابعوني يعني كثير وانا بدي اياكم تتابعوني. احنا قربنا على نص مليون وانا بدي اياكم توصلوا لنص مليون لو سمحتوا. بحبكم. طلوا لي شو بدك تحكي للمتابعين؟ انت كمان درع يوتيوبونا. ايوه عنا الدرع الفضي ان شاء الله ناخذ الدرع الذهبي ولا تنسوا لايك.